هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون لا تستحق يا جرم سوف نقضى عبد الحميد لإحياء الذكرى 18 فبراير المصادف ليوم الوطني للشهيد. هذه الذكرى المخلدة لشهدائنا الأبرار، أبت هذه الثانوية إلا أن تحيي هذه الذكرى، و يعني كان عندنا شرف أنه نحضر مع أحفاد الشهداء ونذكر هذه الذكرى المجيدة لترسيخ رسالة الشهداء لأبنائنا الطلبة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ابن شهيد عبابسة عبد الحميد بمدينة عين البيضاء، والتشرف بأن التاريخ ثورتنا المجيدة حافل بالبطولات والتضحيات، واليوم تستذكر ثانوية عبد الحميد عبابسة، مسيرة أرباح صنعت بالغالي والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر وننعم بالحرية والأمان والاستقرار إن شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين وشفيعنا يوم الدين. أما بعد، سيدتنا الكرام وبضيوفنا الأجلاء
في هذه المناسبة الكريمة يشرف ثانوي تبارسة عبد الحميد أن تنظم هذا اليوم الاحتفالي واحتفاء بيوم الشهيد والذي نحتفل فيه بضيوفنا أو نحتفل فيه ونذكر فيه بما قدمه شهدائنا أو شهدائنا الأبرار من بأغلى أشياء قدموه وضحوا بالنفس والنفيس. تنظم في هذه المناسبة وهي عبارة عن أسبوع الشهيد والذي قام أو قمنا فيه أو قامت إدارة عفوا بتنظيم مجموعة من النشاطات من بينها كما شاهدتم في الفطرة الصباحية المتحف الشهيد الذي عرضت فيه مجموعة من الصور والكتب التي تذكر بثورتنا وبتاريخنا، وكما ذلك قمنا بمجموعة منها الأناشيد. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله. أساتذتي وأرحب أيضا بأولياء التلاميذ وأرحب ببناتي وأبنائي. في البداية أود أن أزف الشكر والعرفان إلى مديرة الثانوية وإلى الأستاذة صاولي والأستاذ وكل الطاقم الذي أشرف على هذه التظاهرة. كما يخفى عليكم أن العملية التعليمية تنقسم إلى قسمين، هناك تعليم مادي كوني وهناك تعليم تربوي، لأن هذه وزارة التربية والتعليم. والمجهود هذا اللي نشوفوه الآن خاصة مع قدوم السيدة المديرة الجديدة تبدل، يعني لأن العملية هذه التظاهرات هذه صعيبة من ناحية التحضير ومن ناحية التأطير وتأخذ جهد كبير، ونلمس أنه الآن الأساتذة والمديرة يسمخذوا على عاتقهم بعد ثاني بعد البعد التعليمي هو البعد التربوي. وهذه المناسبة فيها هدفان، زوج أهداف. الهدف الأول هو هدف يعني كعرفان وشكر، وثاني نستقي منه القدوة
لأن القدوة في جميع دول العالم مش غير في الجزائر، لا تأخذ من اللاعبين ولا تأخذ من المشاهير ولا تأخذ، ولكن تأخذ من عظماء هذه الأمة. يعني أشكر جزيل الشكر يعني، وأنا أتابع دائما يعني أنه الثانوية تقريبا كل شهر أصبح لها تظاهرة، والبعد الثاني هو البعد الثقافي، لأنه لما طالبة ولا طالب إن شاء الله ينجح للجامعة ويروح الأماكن كثيرة يسألوه على تاريخ مدينته، تاريخ التاريخ تاعه العريق، فلا يعرف شيء. يعني عين البيضاء هي في المنطقة هذه مشهورة أنها عاصمة الحرثة وعندها تاريخ كبير جدا، وكانوا الأولياء الكبار تاعنا يعرفوا التاريخ شفاهيا، ولكن هذه الأمور الشفاهية بدأت تروح. لذلك درت أنا محاضرة اللي فاتت درنا فيها تقريبا مجمل تاريخ عين البيضاء، تعرضنا فيها للتاريخ الإسلامي وصلنا إلى الدولة الحصية، وبعد ذلك تاريخ عين البيضاء في الوقت العثماني وتبعيتها للبي القسنطينة بالضبط، ثم بعد ذلك المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي، وما تلقاوهاش هذه في المدارس، لأن الكتاب اللي كتبوا على مناطق أخرى تهزت هذه الكتابات وتحطت، ولكن مثلا مقاومة الحركة الاستعمار الفرنسي لأنه دخل مدينة عين البيضاء سنة 1848 واستطاع احتلال مدينة عين البيضاء، وثورة الحركة كانت ثورة كبيرة ضد الاستعمار الفرنسي صارت سنة 1856 يعني لا يذكره المؤرخون. فالإنسان لما يعرف تاريخه ويعرف تاريخ بلاده يكون عنده جذور، يكون عنده جذور، ولما يسأل واحد ولا يسقسيه على الأقل يكون يعرف تاريخ هذه المدينة. ولكن في المناسبة هذه حبيت أتعرض إلى شخصية ثانية بارزتين. الشخصية الأولى ممكن نعطيك كمل، قلت لكم الآن أنا تخصص تاعي الأول هو تخصص اقتصادي، وراني إطار في مديرية أملاك الدولة، وعاودت دراسات تاعي حتى كملت شهادة الماستر في التاريخ المعاصر تخصص تاريخ الحركة الوطنية لمدينة عين البيضاء. يعني عندي تخصصين، تخصص علمي، والآن أنا مقري أستاذ مساعد في جامعة أم البواقي. قلت لكم يعني خيرت الشخصية الأولى هي شخصية حيحي المكي، والشخصية الثانية هي شخصية لصيف مباركة، هذه اللي تسمى عليها مدرسة فلوس. خيرت نموذجي، ولو أنه المنطقة ولا ربع الوطن الجزائري وانتقل بحجرة تلقى شهيد، يعني ربما شهداء الغير معروفين أكثر من الشهداء المعروفين لديهم. في بادئ ذي بدء هذه بالمناسبة الصورة هذه تنقلت إلى مدينة قسنطينة، وهي الثانوية اللي كان يقري فيها حيحي المكي، لأنه التحق كان أستاذ تحصل على شهادة البكالوريا في وقت الاستعمار الفرنسي، وكانوا أبناء عين البيضاء اللي عندهم البكالوريا يعدون على أصابع اليد الواحدة، فكانت هذه الثانوية. والمسجد الملاصق لها هو مسجد شيخه زيني الحاج بن قاسم، وهو مسجد البيضاوي، مسجد كبير جدا في مدينة قسنطينة، أسسه الشيخ زيني هو اللي بناه للمرحل. ويعني المصادفة يعني مسجد الشيخ ملاصق تماما لثانوية حيحي المكي، وهي ثانوية لفرانكو موزيمو. حيحي المكي يقف في الصورة في الوسط ما عندنا، وعنده صور أخرى لو تردنا الفيديو هذاك أستاذ لا نعبر عليه شيء. الأول يعني سبحان الله بدك الثانوية تاع الشهيد ملاصقة لمسجد الشيخ زيني الحاج القاسم، وقد تعرضنا إلى هذه القضايا بشيء من الإسهال في المحاضرة اللي فات، يعني الأبناء اللي حضروا معنا. هذه الثانوية ثانوية فرانكو ميزولمو كان يقري فيها حيحي المكي، كان أستاذ في الثانوية وترك الوظيفة وترك المنصب، كان وقت ذاك أستاذ جزائري من الأهالي يقري في الثانوية كأنه الآن بمرتبة وزير ولا والي، لأنه قليل جدا ما كان يقري. وبجانب الثانوية مباشرة يقع مسجد البيضاوي، وهو شيخ زيني الحاج بن قاسم، المرحل من مدينة عين البيضاء
أسس هذا المسجد اللي الآن أصبح معهد إسلامي كبير جدا في مدينة قسنطينة لتدريس العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية. تنقلت إلى هذه الأماكن وحاولت ننقل شوية صورة على الأقل لأبنائنا يشوفوا الجهود تاع الناس كيف تبني وتعلم وتركوا أثر. والآن جميع أهل قسنطينة يترحموا على الشيخ البيضاوي لأنه بنى لهم معلم كبير وبنى لهم معهد كبير، أصبح يخرج الكثير من الأئمة والكثير من طلبة العلم في العلوم اللغوية والشرعية والإسلامية. فيعني مع الصبر أنه لما قلت لكم دخل الاستعمار الفرنسي لم تكن مدينة عين البيضاء موجودة تماما، لأنه العرش تاع الحركة كان عرش يعتمد أساسا على الفروسية. كان هذا هو المعهد، معهد الشيخ البيضاوي في مدينة عين قسنطينة. وجعوا لي فيه دعوة أني نلقي فيه محاضرة، ولكن مع العمل ومع الوقت يعني ما تيسرت ليش، لأنهم حبوا يعرفوا تاريخ الشيخ زيناي. وإن شاء الله وعدتهم في مناسبات أخرى أنه نقدم لهم إن شاء الله محاضرة حول تاريخ الشيخ ونضال الشيخ زيناي الحاج بالقاسم في الحركة الوطنية وفي جمعية العلماء المسلمين هنا في مدينة عين البيضاء. يعني نكمل لكم المحاضرة. هذه السيارة تاع ولد الشيخ زيناي، هو اللي أصر أنه يدينا وينعتنا المعهد تاع الوالد تاعو الشيخ حسين من أعلام مدينة قسنطينة. الآن الشيخ حسين زيناي واحد من كبار المثقفين في مدينة قسنطينة. ف يعني نواصل المحاضرة. قلت لكم الاحتلال الفرنسي لمدينة عين البيضاء صار سنة 1000 بعد سقوط قسنطينة مباشرة سنة 1837، توجه أحمد باي إلى المناطق المجاورة ومن بينها أكبر الأعراش المقاومة للاستعمار الفرنسي هو عرش الحركتة. كان تقريبا فيه 7000 فارس، واحتمى أحمد باي بمجموعة من الأعراش منهم ولاد يحيى بن طالب تاع تبصة والمامشة والحركتة، وقادوا مقاومة كبيرة. ولكن المشكل آنذاك في الجزائر مش مشكل قوة الاستعمار، ولكن كانت كل منطقة تحكمها أعراش. ما كانتش عندنا آنذاك شغل الدولة الحديثة المركزية اللي عندها فرد تخطيط وفرد تنظيم وتقدر تنظم الجيوش وتنظم كان الاستعمار الفرنسي. كل من يوصل إلى قبيلة يقضي عليها ويعدي القبيلة المجاورة لها. ما كانتش لأنه الدولة التركية آنذاك بقت بالحكم التقليدي وما دخلتش في الدول الحديثة، لأنه جميع الدول الأوروبية بعد النهضة الأوروبية في القرن 16 حتى من ناحية تنظيمات الدول الأوروبية تطورت ودخلت في الدول الحديثة وأصبحت فرد قيادة وأصبحت دول عندها تخطيط وعندها استخبارات وعندها كذا. ولكن للأسف الشديد الجزائر آنذاك كانت الحرارة تاع القلب كما نقولوا احنا ولا فولونتي، بصح ما كانش التنظيم. ف بعد مقاومة شرسة استطاعت القوات الاستعمارية أن تدخل إلى مدينة عين البيضاء سنة 1848، وأول مركز استعماري أسس هو في الجزارنة القديمة اللي كان يشفع عليها، كان شوي كبير في طريق مسكانة، وكانوا يسموه برج برجين عسكريين أسس في مدينة عين البيضاء آنذاك. ثم سنة 1856 تم هجوم كبير من أعراش الحركة على الحامية الاستعمارية الموجودة آنذاك، وتم القضاء على الحامية العسكرية الفرنسية. فرجعت فرنسا بقوة إلى منطقة الحركة، لأن قبيلة الحركة كانت أغنى قبيلة في المنطقة، حيث كان عندها تقريبا 2 ملايين من الغنم، الغنم يعني الخروف. كان عندها أيضا تقريبا حوالي 10 آلاف من الخيول، وكانت فرنسا تحتاج إلى الخيول لتمويل حملاتها العسكرية. تعطيك هذا النواج عبر كذا انه اسمع ابنائي جيدا لا يتهمكم في الحاجه اليها. لما تدخل في التفاهه وتغرب في التفاهه وما على بالكش بلي في التفاهه راه تحور، لانه انا كيجي كاب اولا وكاخ ليكم نقول لك لازم تعرف وين البلاصه وتعرف الهدف تاعك وراح تروح. لانه للاسف الشديد هو غايب في الجزائر العاصمه. ف قلت لكم أثناء الاستعمار الفرنسي بدأت تحولت عين البيضاء تقريبا إلى مدينة عالمية فيها طلاين سماء. تحية أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها سلام.
فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، يسعدنا نحن تلاميذ ثانوية باب سارة الحميد أن نقدم لكم هذا العمل المتواضع، ونرجو أن ينال إعجابكم. أنشودتنا تحت عنوان من أجلك عشنا يا وطني. لك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا من أجلك يا يا وطني، جيش التحرير وجب كان ضوئين بداجينا، قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا. خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا، والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا. من أجلك يا من أجلك يا يا وطني. وفي هذا اليوم قررنا أن نقدم لكم بعضا أو إدماجا بين كتاباتنا، فنتمنى أن تجد قلوبا صاغية فتعطي ثمارها بإذن الله تعالى. أهدي لكم كلمات ترحيب وسلام، كلمات طأطأت رؤوس أحرفها خجلا من الأنام، كلمات حب وافتخار وامتنان لكل شهيد قدم روحه ليحيا إخوته في حضن الحنان. لكم مني كل الحب والافتخار، ولا كلام دون برهان. وستتقدم الآن زميلتي مروان ريم لتقديم كلمتها. سهرت ليالي في المسجد، وثابرت في قاعة المعهد، وتحفظ ما خط بين السطور كحفظ الرواة من المسند. ثم استبدلت ما في اليد، ثم استبدلت ما في اليد، وأطفأت أنوار الموقد، وسرت للحرب عاري اليد تفويضا لله نحو الغد. فألهبت في الناس ذاك الفؤاد وعلم اليقين ضد الفساد، وبدلت درسك الأبجدي بنوم الجبال لا السؤدد. فكم من رصاصة مرت بك فكنت كالدرع المشدد، وكم من هزيمة حلت بهم فأكملت دعاءك يا سيدي. سقيت الأرض إن بالدماء، حفظت السلم للبلد، والآن أنت تحت التراب ونحن في السلم الأبدي. فشكرا لك يا شهيد الوطن، رضا الله وشفاعة محمد. حين ارتدت لباس العزاء للناس التي قتلت بعد كثير من العناء ودفنوا في ساحة الفداء، سأحدثكم عن التي تبتسم بخجل الصغار إذا مدحتهم، إذا ما وجدت رغيف خبز على العشاء. سأحدثكم عن التي كانت رغم تلوث الجزائر بالدماء تكافح بقلب طفل بريء يطالب الحرية والهناء. أولم تعرفوها؟ هي جميلة بوحيرة، رقم الزنزانة 90 بالسجن الحربي بوهران، العمر 22. الشعر العربي الأسود الطويل كالصيف كشلال من الأحزان. فريق للماء وسجان، ويد تنضم على القرآن، وامرأة في ضوء الصبح تسترجع في مثل البوح آيات محزنة الأرنان من سورة مريم والفتح. هي جميلة بوحير. Thank you. That's my duty as a city, an Algerian citizen. And I may say that it cannot be compared what the others did. As has Kabumbur, Li, Jamila, Bouhir, and so on. Command Algeria has a million and a half million of martyrs. We made a report about
can't tell me his right and their country. Hence, we are going together with the viewers to remember the three major stages the Algerians has faced during the colonialism. And we need your commentary or even you add some information we may forget. So, you are in mind about the period of 13th of 8 and 62 of 9. Well, the Algerians at that period, they really suffered. They suffered. De 20 million euros. C'est un manque de respect quand même il y a des relations entre les royaumes. Dey Hussein, notre roi Louis X n'a pas le temps. Il a trop de choses à faire que de vous répondre. Comment ça, notre affaire à tous les moments importante? Je vais la régler comme il faut. وحب لوطن ساري في عروقنا زي رغزالة والكلاب حابين يغرسوا نيابهم فيها. بلادنا بلاد رجال ما يقدروش يدخلوها، ربي قوينا عليهم. آمين يا رب العالمين. باعوك يا وطن الكرامة، باعوك ترابا وحجارة، ورموك بقايا سجارة، تركوك رمادا وبزارة. صباح الخير يا إيما. صباح الخير بنتي. صباح الخير يا خالتي. يما كاش خبر على بابا والمجاهدين؟ طب لا يا بنتي مازال ما لحقنا عليهم حتى خبر. انا نروح نفقدهم. ايه روحي. صباح الخير عليكم يا مجاهدات. صباح الخير. لاباس الحمد لله. بنتي عروس جرجره، بنتي مرصاص العدو. بريت الحمد لله، كتر خيرك يا مالكه، يدك فيها شفا. لا مزيان، راح نبدل القشيخ على بالكم شهر وانا غايبه. ايه سيبي راحتك. صباح الخير يا بابا. واش يا بنتي، واش الحوار؟ مازال متجبلنا متجبلنا. ديري لهم الطريق. يلا يا البنات ادخلوا، راح يجيو المجاهدين. ايه معليش. يا حليمة بنتي روحي تفقدي الاستعماري إلى جا. ايه يا يما. Vous n'avez pas une puissance militaire comme nous, les Algériens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Shuhada est à
والدي خير عمري كان لي عند المحن. انظروا انظروا إلى خيرات بلادي، انظروا إلى شبابي وأبطالي، العرب العرب بن مهيدي، لالا فاطمة سومر. أنا لالا فاطمة سومر. ديدوش مراد. أنا ديدوش مراد. مصطفى بن بولعيد. أنا مصطفى بن بولعيد. لوسيف مباركة. أنا لوسيف مباركة. عمر ياسف. أنا عمر ياسف. لن ننساكم لن ننساكم أبدا، أنتم فخرنا وتاريخنا، يقوم الوطن لينحني إجلالا لروح أبطاله، وتقوم البلاد لروح أبطالها، فنحيا الجزائر. نحيا الجزائر. جرى مدمعي فوق المحاجر والهمل، وحر الغضا قد زاد في القلب واشتعل، وهد فؤادي يوم أخبرت نعيه، وضاقت بي الدنيا ودمعي قد هطل، وزادت بي الأحزان والهم ضرني، وعن قلبي المحزون بالله لا تسأل، سأبكي عليه كل مظلمة تجرى، وما ابتسم الصبح المنير وما استهل، لقد كان بدرا زاهد الحسن طالعا، فأصبح بعد النور والزاوي قد أفل، وكان كريم العم والخال سيدا، إذ قام سوق الحرب لم يعرف الوجل، أحاطت به خيل اللئام بأسرهم، وقد مكنوا منه المهند والأسد. العطب وأضيق نفوس الظالمين ثم يمزج بالرحب.
وإلى المعالي قد وثب سووا نفوس جميعكم وإلى الأمام من الوهب من كان يبغي ودنا فإلى الكرامة والرحب أو كان يبغي ذلنا فله المهانة والعطب هذا نظام حياتنا بالنور خطة وبالذهب حتى نعيد لقومنا من مجدهم ما قد ذهب هذا عهدي لكم حتى أوسد بالتراب فإذا هلكت فصرختي تحيا الجزائر والعرب تحيا الجزائر والعرب We are so happy and delighted to have you here this day with flowers and smiles we greet you We all sing together We will be the shining stars We will make our dreams come true So please give us your blessing sincere We are the pupils at Babsa Abd Hani Secondary School We are very pleased and honored to sing the song for you On My Home which is supervised by our great teachers Miss Abud Khadija and Tamrabt Nariman Thank you في إطار النشاطات التربوية والثقافية لدى المؤسسة وفي إطار عملية التوعية والتحسيس اضطأينا في هذه المناسبة وهي مناسبة ذكرى يوم الشهيد اغتنمنا في وسط أسبوع الشهيد من 17 فبراير لغاية 21 فبراير بنشاطات الهدف تاع هذه النشاطات هي توعية التلاميذ محاربة العنف التحسيس ودفع حب الدراسة لدى التلاميذ الثانوية في إطار هذه النشاطات قام تلاميذ ثانوية تاع بابسة عبد الحميد بعدة نشاطات منها مسرحية سميت بمسرحية الشهيد كانت باللغات الثلاثة العربية الفرنسية الإنجليزية أيضا أناشيد وطنية قام التلاميذ بإنجاز متحف الشهيد للثانوية يحتوي على صور شهداء المنطقة أنجزوا متحف رائع بالنسبة لسنهم أيضا قامت بإحضار محاضرة أستاذ جامعي في مادة التاريخ قدم محاضرة في التاريخ للتلاميذ واختار شخصيتين لوحيح المكي ولصيف مباركة عرف التلاميذ على هذه الشخصيتين التاريخيتين هدفنا دائما هو بذرة الوطنية وحب الوطن لدى شبابنا وغرس فيهم حب الدراسة والنجاح لأن نجاحهم هو نجاح دولتنا بأكملها بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم المبارك يوم الشهيد والله أطرنا وقمنا بتأطير تلاميذنا تلاميذ ثانوية بابسة عبد الحميد مع مديرتنا مع الطاقم الإداري الطاقم التربوي كامل كان يوم رائع والله رأينا في تلاميذنا أمور رائعة النشاطات هيلة فرحنا بها بزاف الحمد لله هكذا تعود الفرحة لثانوية بابسة عبد الحميد مع المديرة عائشة حضري طاقم رائع أجواء رائعة في يوم الشهيد تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار